لا شيء يغني عن الأصل وإن كان الفرع ضاربا في القمم، ولا شيء يستقيم إن لم تعد بغداد إلى تاريخها صانعة للحضارة والحياة. بغداد كلمة السر ومفتاح صندوق الاستقرار، وأي بداية للنجاح تبدأ منها، وأي فتيل للنار لابد أن يبتعد عنها. يضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي النقاط على الحروف للتنفيذ مترأسا لجنة الأمر الديواني 32 لمشروع مداخل وبوابات العاصمة، إشرافا على عمل وإنجاز طال انتظاره. تمخض عن اجتماع الكاظمي مع الفريق المختص من جهات حكومية وأمنية ومؤسساتية ما يلي: التخطيط لتنفيذ سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، تنفيذ جسور مشاة وغيرها من الخدمات الأساسية في العاصمة، تنفيذ العقود المبرمة من خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف المستمر، توجيه الكاظمي بتجاوز التعقيدات البيروقراطية، تنفيذ المشروع بما يليق باسم بغداد وتاريخها وأهلها. بغداد وجه لا يقبل الفشل، فهي التاريخ والثقافة وموسيقى الحياة للموت، والذكرى حاضرة في قلب كل عراقي وعربي من المشرق إلى المغرب، وهي التي تغنى بها الشعراء والمطربون وفنانون من بقاع العالم كافة. وهذا صوت فيروز يصدح في قاعة الخلد في سبعينات القرن الماضي. وقبلها نسجت كوكب الشرق سحرها الذي امتزج ببغداد أكثر ألقا وجمالا. أما جوجوش وقد تقشعر أبدان الجيل القديم الذي يسمع الآن صوت الفنانة الإيرانية يعود إلى مسرح سينما الأندلس بتذكرة كان سعرها دينارا ونصف. بغداد هي مركز الأرض التي كانت وما زالت تجمع ولا تفرق، غير أن من أرادوا لها السكوت والموت عجزوا عن إسكاتها. وما هي إلا سحابة صيف حتى وإن كانت سوداء، إلا أنها ستزول ذات يوم.